السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرح اليوم موضوع الكومبوزيت، ناخذ شنو تركيبته الأساسية وشلون نستخدمه. نبدأ تعريفية عنه. ككومبوزيت هو solid material، وأكو نوع ثاني يكون flowable، يتكون من two phase or more. هذه ال two phase لما تجتمع راح تعطيني superior physical or mechanical property اللي راح استخدمها كفولينج. تعرفون انه الكومبوزيت فولينج هي الحشوة الضوئية البيضاء اللي متعارف عليها حاليا. على الاقل بتركيبة الكومبوزيت انه يكون two phase. two phase هو اللي يشكل الكومبوزيت الماتيريال مالته الاساسية. كل واحد منهم طبعا له بروبرتي خاصة وستركتشر خاص به. كابليكيشن للكومبوزيت احنا وين نستخدمه؟ اكثر شيء يستخدم فور انتير تيث، اكثر شيء يستخدم فور انتير تيث، لكن مرور الزمن حسنا والبروبرتي مالته صار هم نقدر نستخدمه بالبوستير تيث، بعد بالبيت والفيشر سيلنت يعتبر كسيلنت. بوندينج للسيراميك فينير، شوفون الدايركت فينير احنا ما نحتاج، يعني هو الكومبوزيت هو اصلا اساسا هو تركيبة الدايركت فينير، لكن ان دايركت فينير نحتاج نسوي له بوندينج، يعني شفت شي مادة لاصقة على التوث فنستخدم ايضا هو نوع بوندينج اللي هو نوع من انواع الكومبوزيت. وبعد للسيمنتيشن للفيكس بروسيسز اللي هي اللي اون لي كراوند اور بريدج، تيجان جسور ثابتة حشوة مركبة اللي يصح لها inlay only، هذه نسوي لها cementation يعني نلصقها على التوث بواسطة material مصنوعة من الكمبوزيت كمادة أساسية. تشوفون هنا هذه different uses of composite، شوفون هنا هاي direct veneer، هنا هاي أيضا فولنج عادية، هنا دي يسوي سيمنتيشن للكراون، هنا دي يسوي سيمنتيشن للفينير، وهنا أيضا فولنج بالبوستيرير تيث. ككومبوننت أساسية للكومبوزيت يتكون من ماتريكس اللي هو الجزء الأكبر، الفيلر اللي هي الجزء الأصغر اللي هي خلينا نقول يصحوا لها المادة الحشوة الأساسية هي الماتريكس، الفيلر هي الإضافات اللي يخلوا لها، والكابلينج ايجنت هي المادة اللي تربط بين الماتريكس والفيلر. أيضا أكو بتركيبة الكومبوزيت انشياتر وأكسليريتر. انشياتر هو اللي يبدأ عملية التفاعل، اكسلريتر هو اللي يسرع، وبيجمنت هي اللي تنطي ناتشرال ابييرنس، تعطي ديفرنت شيد يعني تنطي الوان متعدده حتى الدنتست يختار اللون الاقرب الى التوث للبيشنت. يعني تعرفون انه اسنان البيشنت مو كلها نفس اللون، وهو اصلا التوث من منطقه لمنطقه يختلف اللون مالته، ومن الانتير للبوستير يختلف، باليانج يختلف، بالادلت بالالدر بيشنت كلها تختلف الوان التيث، فلذلك يحتاجون يضيفون different type of pigment حتى يعطيني natural appearance. نجي للماتريكس. كماتريكس عندنا يتكون من بس جيما اللي هو هذا الاسم العلمي اللي بس فينول جليسيريل ميثاكريليت، هذا التركيب الكيميائي. راح تشوفون هنا عدة أنواع كلها بها تركيب كيميائي، أنا أهم شيء عندي تحفظوا لي الاسم العلمي المختصر، يعني هذا حتى تلقوه موجود على الماركات مالت الكمبوزيت على اليوتيوب، على سانجي الأسيد إتش البوندينج كلها ما ينطون نادرا ما ينطون الاسم العلمي الكامل، وإنما ينطون الاسم المختصر. إنه ضروري تعرفون الأسماء المختصرة وشنو تعني، تظل ببالكم، بس ما كامتحانات ما أريد يعني الاسم العلمي الكامل، فقط المختصر. يتكون من قلنا من البزجمة اليوديما والتجمديما، ذني الأسماء والتراكيب الكيميائية للكمبوزيت. إذا الكمبوزيت مصنوع فقط من هاي التراكيب الكيميائية هذا يسوى نسميه unfold
رزن، unfold رزن يعني ما بي مادة فيلر، فقط ماتريكس، فقط ماتريكس. واضح هنا؟ نجي إذا هذا الفيس الماتريكس هذني والأنواع ثلاثة، هذا يشكل قلنا السولد ماس، التركيبة الأساسية والكتلة اللي نقدر نرزمها بإيدنا هي هاي، مركبة من هذا الفيس اللي هو الماتريكس. طبعا هذا الماتريكس قلنا إذا يبقى واحدة نسميه unfold يعتبر weakest point، يعني إنه إذا ما أخلي له filler يعتبر ضعيف، ما يتحمل الفورس اللي يسلطها الأسنان خلال الفونكشن. وبنفس الوقت كاحتكاك خصوصا البيشنت عندهم بروكسيزم، دول يصير عندهم heavy wear، يصير عندهم يعني احتكاك ويقوم ينحك السيرفيس مات الكومبوزيت وتتآكل شوي شوي. نفس الوقت إلها قابلية إنه تمتص الووتر والسلايفة، تمتص إذا أكو ستين من الدرينك من كولا من أي من إيت أي بيجمنتيشن تدخل للأورال كافيتي يقدر يمتصها وياخذها، يعني ياخذها يكتسب هذا اللون الجديد، فلذلك يعتبر ويك ماتيريال ما نقدر نستخدمه وحده. كل ما نجي هنا احنا نحتاج انه نخلي قلنا فيلر حتى شنو نزود السترينث مالته، بس within يعني limit، ما اقدر اخلي فيلر زايد يعني انه اخلي بحجة انه انطي سترينث، لا لازم اكو بروبورشن معينة نستخدمهم. كفيلر بارتيكل تشوفون هنا بالبيكتشر، يا اما تكون سيليكا يا اما تكون كوارتز يا اما تكون جلاس. طبعا نكسريها نسويها بارتيكل فاين اللي هي اما تكون وذ مايكرو او ماكرو او وذ نانو مولكيول، يعني ماكرو احجامها كبيره شويه تبين ممكن اذا تنخلط ويا الماتريكس، مايكرو اللي هي تكون مايكروية يعني with a micron size، ونانو اللي هي نانو يعني مايكرو تكون أحجامها أصغر من المايكرون. طبعا كل ما كان حجمها أصغر كل ما كان التجانس ويا الكمبوزيت ويا الماتريكس تختلط بصورة جيدة وتنطي activity وتنطي efficient work. هنا مجرد ما نخلي فيلر للماتريكس نصيح له فولد رزن، مو انفولد، فولد رزن. طبعا هنا نجي انه الفيلر سايز والفيلر كونتنت، كل ما الفيلر سايز قلنا سمول كل ما كان السيرفس يكون سموث، كل ما لارج بارتيكل راح يصير رف سيرفس. عموما الكمبوزيت يتعاملون وياه ويقسموه على حجم الفيلر سايز، يعني الكمبوزيت اصلا اقول هذا نانو جاي مين، مو لان البارتيكل مات الماتريكس نانو، لا لان البارتيكل مات الفيلر نانو، هذا مايكرو كمبوزيت هذا نتيجه انه الفيلر سايز، فلذلك الكمبوزيت يعتمد بتقسيمه على الفيلر سايز. يجي للفيلر كونتنت، طبعا كل ما الفيلر كونتنت انكريز الرزن الماتريكس راح يصير بي ديكريز. عموما يعني هي نسبة وتناسب، كل ما الفيلر اكثر الماتريكس راح يقل، والهاردنس والابريجر ريزيستنس انكريز. لما ازود الفيلر الهاردنس راح يزيد، ليش؟ لان احنا قلنا اذا ماتريكس واحدة يكون وير يصير بي ويك، فمن أزود الفيلر راح يصير هارد مور هارد ومور أبريجر ريزيستنس، يعني ما راح يصير بي وير بسهولة. كفيلر بارتيكل كل ما قلنا الفيلر بارتيكل تزداد الميكانيكال بروبرتي هم تزداد، اللي تضمن السترينث الابريجن ريزيستنس الاستاتيك راح يعطيني مور ناتشرال ابييرنس، والهاندلنج يعني المعامله انه لما استخدمه اسوي له ادابتيشن كوندنسيشن
فيرنشينج، اسوي له ادابتيشن للكافيتي يكون بسهوله، ما يعذبني، ما يصير ستيكي، ما يصير هارد كلش يعني، انما يكون الهاندلنج مالته سمبل وايزي. تشوفون هنا هذا الدايجرام اللي يوضح الفيلر فوليوم ويا الفراكتشر تفنس، كل ما يعني الفوليوم ازداد التفنس تزداد صلابة والتحمل للفركتشر تزداد. نجي أخذنا إحنا الماتريكس والفيلر، ناخذ الكابلينج ايجنت اللي هو المادة الكيميائية اللي تربط بين الفيلر وبين الرزن ماتريكس، كيميكال بوند أكو، هذه اللي شنو اللي يسوي ترانسفير للسترس، يعني السترس اللي يسلط على الكمبوزيت راح يتوزع بين الماتريكس والفيلر عن طريق الكابلينج ايجنت. طبعا اكو عدة انواع من الكابلينج ايجنت، اكو منها اورجانوسيلان اللي يكون بايو فانكشنال مولكيول، يعني بي تو اند، تو اند هاي التو اند تكون فانكشنال، ترتبط وحدة بالفيلر ووحدة بالرزن حتى يتكون هذا الكابلينج ايجنت، يعني يعمل على التوازن بين الفيلر وبين الماتريكس. يجي كالكيميكال قلنا بوند اللي هو اللي يربط بين الفيلر والرزن، هذا شيء يسوي؟ هذا يحسن الخواص الفيزيائية والميكانيكية للفيلر ولل يعني عموما للكمبوزيت أصلا، ويمنع الليشن. يعني أنا لما عندي فولنج وخالين ماتريكس وخالين بيها فيلر بس without coupling agent، ماكو تواصل، يعني ماكو بيناتهم chemical agent chemical bond اللي سوى هذا الالتصاق، فراح تكون شلون يعني مثلا أنا جايبة عجينة وخالة بيها مثلا قطع مثلا خلينا نقول مكسرات حطتها بهاي العجينة، فمجرد ما أخلي يعني مثلا ووتر عليها ومثلا إنه بمرور الوقت أزود هذا الووتر، إيش راح يصير؟ أكو مناطق راح يتجمع عليها حول المكسرات، تبدي شوي شوي تنعزل العجين عن مكسرات. بالضبط نفس الشيء ونفس الفكرة، إذا عندي الكمبوزيت without coupling agent مجرد ما نو أخليها كفولينج مرور الوقت patient يعني يشرب ووتر يفرج يأكل، راح يصير leaching، راح تتجمع السلايفة والووتر على هاي المناطق، شوي شوي راح تبدي تنعزل الفيلر عن الماتريكس، لذلك نحتاج الكابلينج ايجنت حتى يمنع هذا الليتشنج اللي يصير. نجي للبيجمنت، قلنا احنا نحتاج بيجمنت حتى تعطيني الناتشرال ابييرنس، سواء اني او يعني اوفر بالبيجمنتيشن اوباسيتي او ترانسلوسنس، يعني اكو مناطق احتاج بيها اوباسيتي حتى ليش، حتى اغطي الشادو اوف دنتين، وأماكو مناطق أحتاج بها translucency اللي هي دائما تصير بالincisal age حتى تعطيني more natural appearance. طبعا البيجمنت اللي يستخدموها مرات يستخدمون metal oxide particle اللي تتضمن titanium dioxide أو aluminium oxide، وده شوفون هذا shade guide يمكن بالصورة، شوف شون different color من dark yellow لللايت white أو translucence حسب المنطقة اللي أحتاجها. هذا أجيب هذا الشيد، يعني أوخر واحد من الشيد، طبعا كل واحد مسميه بأسماء مثلا A1 A2 A3، الـ A دائما هي اللي تكون more يعني lighter، وكل ما أبتعد عن مثلا الـ B الـ C then يكون darker، وبنفس هالـ A مثلا بيها A1 A2 A3 A4، هذه الـ A مثلاً A1 هي دائماً مثلاً أكثر lighter، A2 شوية أقل وهكذا، يعني كل واحدة بيها سب جروب، فأجي أخذ هذا الشيد وأمرره يم التوث اللي يعني مثلاً أنا عندي central B class 3، فأحتاج إنه أشوف يا لون
مناسب إله، فأجيب الشيد منه لمن أشوف الشيد هذا ملائم للسن اللي بالبيشنت أختار الكمبوزيت اللي يكون مرقم نفس أرقام الشيد جايد، يعني التيوبات مالت الكمبوزيت هم بيها A1 A2 A3 B1 B2 B3 تشبه الشيد جايد حتى لسهولة الاستخدام. نادى تشوفون يا أما يجي شيد جايد يا أما على شكل سن أصلا، يا أما هيك شيت يا أما يكون على شكل سن أقربه من السن اللي أريد أستخدمه وأشوف شنو اللون المناسب إلى واللي يعطيني more natural appearance. أو مرات ما عندي هذا الشيد جايد، هي اليوتيوب مالت الكمبوزيت العصارة اللي بيها كمبوزيت، أجيب مثلا A1 وأخلي قطعة صغيرة بنص التوث، واضح؟ أشوف هذا اللون مناسب أشيلها وأكمل عليه، لا أجيب غير قطعة صغيرة small piece من another tube وأشوف منه اللي ملائم للتوث. Polymerization system، هذا الكمبوزيت مو بس أجي مثل الدايكل عفوا مثل الأملقم أجي أخليه وراح يصير بيسات واحدة، لا هذا يحتاج يعني كيميكال يصير بيه، كيميكال أكشن يصير داخله، شلون؟ يا أما يكون كيميكال كيور، يا أما يكون لايت كيور، يا أما يكون دول كيور. الكيميكال كيور واحدة هذا تلقائيا، يعني اكو عصارات واحد هي اجيبها اخليها انسايد ذا بيشنت ماوث هي واحد هي تلقائيا يصير بيها كيورينج، اكو لا تحتاج لايت يعني اسلط عليها ضوء معين يلا، اكو لا تشوفون هنا شلون اكو ديفرنت تايب، هذا اكو كيميكال اكو لايت كيور، هذا هنا يجي تيوبات واكو دول كيور. كيميكال كيور يجي تو بيست عصارتين وبيها تيرشري أمان وبيها انشياتر، قلنا احنا اكو انشياتر ضروري انه يعني اللي هو شنو اللي مبدئ التفاعل، الشيء اللي يبدي التفاعل يصحوا له انشياتر، من اخبطهم واحد بي انشياتر واحد بي ماتريكس والفيلر فراح يسرع هذا الاكشن اللي بيناتهم التفاعل ويصير كومبليت كيورينج. طبعا شلون لازم اخبطهن الى ان يصير يونيفورم كلر، انه يجين مثلا ديفرنت كلر اخبطهم الى ان يصير يونيفورم واستخدمهم. اما اللايت كيور يجي سنجل بيست يعني عصاره واحده، أخذ منها جزء أسوي له adaptation condensation inside the cavity وبعدين أسلط عليه light يصيحوا له light cure، أغلبكم شايفين موجود يعني source مالته. اللايت كيور بي different source، يا أما يكون هالوجين يا أما بلازما أرك يا أما أراغون ليزر يعني يستخدمون ليزر حتى يسوي له curing، يا أما يكون blue emitting diode، كل واحد منهم طبعا إلى ديسادفانتج وادفانتج. اللايت اكتيفيتد ماتيريال تكون قلنا سنجل بيست والفري راديكال انشيتر مالتها يتكون من فوتو انشيتر واكتيفيتر، مجرد ما انه يسلط الضوء عليها الفوتو انشيتر يعني يشتغل، مو هاي الأدي الكتلة الموجودة أخذت قطعة من أدها من البيست وخليتها inside the patient ما سويتها condensation، مجرد ما يسلط الضوء عليها راح الفوتو انشيتر الموجود بالتيوب اللي أخذت منه راح يتفعل هو اللي يسوي لي curing. الفوتو انشيتر دائما هو الكامفورو كيونون، هذا يكون بي أماين يسوي الـ يعني الأكشن مجرد ما يتعرض لللايت. الدول كيور
هم يتكون من light curable base و tube ثاني. هذا اني يعني شلون عملية قلنا الكيميكا، لكن قلنا يصير partial يعني الكيورنج مالته، ويحتاج light حتى يتكون الكومبليت كيورينج. هذا دائما وين يستخدموه؟ اذا عندي سيراميك اللي، او مثلا مرات الكراون والبريدج عيد اسوي لها سيمنتيشن. فهذا شلون انا يعني لما اسلط عليه، تخيلوا انه جسر عندي او كراون تاج، خليته وسويت له لايت كيور. اللايت كيور ما راح يقدر يخترق المتال او يخترق كل السيرفس مات الكراون، وانما فقط المنطقه المحيطه، نقطه التقاء الكراون بالسن. فشنو اللي يخلي كله يصلب؟ عن طريق الكيميكال كيور اللي صار بي جزء منه، واللايت كيور بس يكمل الجزء الخارجي. هنا يقسمون، قلنا احنا الكمبوزيت يتقسم بناء على الفيلر اللي موجود بي. قلنا يا اما يصحوا له conventional macro fold، قلنا macro molecule جزيئات تكون macro، او small particle هنا بالمايكرو يعني مليمتر، او micro fold او hybrid اللي هي تكون هجينة، واللي هي يعني جامعة بين الماكرو والمايكرو. الماكرو فولد هو يكون conventional قديم، أول ما بدأوا يصنعون الكمبوزيت هو كان ماكرو traditional، بعد حاليا يعني ما يستخدمون. الفيلر مالته كانت كوارتز، أو يضيفون سيليكوية، ويكون الفيلر 70 إلى 80% من الماتريكس. هذه شافوها انه تتحمل الستريس بيرنج اريا، تتحمل الضغط، تتحمل الفورس مات الاوكلوجن، فيستخدموها كانوا بكلاس 5 والكلاس 2. هذه شافوا انه، شوفوا هنا بالبكتشر، انه مع انه ماكرو فيلر مولكيول، فتؤدي الى رف سيرفيس، يصير بيها ابريجن الفينيشينج، حتى يعني أكمل الشكل الخارجي أنعمه، يحتاج يعني يحتاج شغل كل شيء هواية، بنفس الوقت ما راح يصير سموث، يبقى أكو رف سيرفس. بما أنه رف سيرفس يعني يصير فود ستاجنيشن أريا، يصير بيها ديسكالريشن، وما تتحمل يصير بيها ويرينج. هنا ما شافوا السمول بارتيكل، شوفوا هنا أنا هاي الصورة شلون قلت البارتيكل مالتها، شافوا هنا تحسنت الخصائص، صارت سموث، يعني تحسنت الخصائص عن الماكرو. الفيلر هي سيليكا أو جلاس، شافوا الكمبرسيف سترينث مالتها أعلى من الماكرو والمايكرو، والتنسايل سترينث هم ازدادت أحسن من الماكرو، يعني الخصائص هنا الفيزيائية ازدادت. هاي همينة قاموا يستخدموها بالهاي ستريس اريا واللي تتعرض الابريجن، خصوصا بالكلاس 5، باعتبار انه الانسجن دائما البيشنت يسوي انسجن، يقطع الاكل كله اول شيء ما يبدي بالانتير تيف، فلذلك يستخدموها بالكلاس 5 كلاس 4 عفوا. المايكرو هنا بعد زغرت البارتيكل وصارت على شكل كولويدا سيليكا، الفيلر مالتها صارت بالمايكرو مليمتر السايز مالتها، وتكون 80 من الماتريكس. شافوا هنا انه حتى اسوي لها بولش راح تعطي سموث سيرفيس، فيري سموث سيرفيس، وتشبه الانامول. صار هنا الابيرنس انه يعطي كل الشبه للإنامل. البوند اللي يتكون بين الكمبوزيت بارتيكل والماتريكس، شافوا هنا
ضعيف، لذلك ما يتحمل الستريس بيرنج اريا لما تكون مايكرو فولد، لذلك يستخدموها بكلاس 5 وكلاس 3، مو مثل قبل السمول بارتيكل والمايكرو اللي كنا نستخدمها بالكلاس 4 وكلاس 2. ليش؟ لان هنا البوندينج ضعيف ما تتحمل الستريس بيرنج اريا. الهايبرد هي الهجينه اللي يخلون يعني ماكرو ومايكرو، خلون كولويدال سيليكا وجلاس، ومرات هيفي ميتال، بيها هيفي ميتال. السايز مالتها يتراوح من 0.4 الى 1 مايكروملليمتر، وتغطي من 75 الى 80% من الويت اوف ماتريكس. شافوا هنا الفيزيكال والميكانيكال بروبرتي، يعني بين التراديشنال وبين السمول بارتيكل. فهنا قدرنا نستخدمها بكل انواع الكلاسات، بالكلاس 1 2 3 4 اني كلاس نقدر نستخدم الهايبرد كومبوزيت. عندنا اكو سبيشال يعني يوز للكومبوزيت، قلنا مو دائما يجي سوليد، مرات يجي فلاوبل. اكو سوليد اللي يصحوا له كوندنسبل او باكابل، اللي يعني شنو اقدر اضغطه، اقدر اسوي له كوندنسيشن باي كوندنسر، او فلاوبل اللي يكون سائل. تشوفون هنا يا اما يكون فلاوبل بالصور او باكابل اللي استخدم الكوندنسر بيه. الفلاوبل هنا قللوا الفيلر، قللوا الفيلر فصار فلاوبل. وين اقدر استخدمه؟ بالكلاس 1 اللي خصوصا بالجنجايفال اريا ممكن هم استخدمه، ويستخدموه باللاينر، ويعني يعتبروه شلون اول طبقه اخليها، بدل ما اخلي كله يعني باكابل، اخلي اول طبقه خصوصا بالكلاس 2 امليها بالفلاوبل. وبعدين هاي شنو الغرض منها؟ انه حتى تنتشر بكل السيرفس، مو مثل الباكابل، خصوصا اذا كان عندي الفيجن ما مو واضح، منطقه ديب يعني جنجايفال سيت مثلا، خلينا نقول نازل صب جنجايفالي، فانه اخاف الكوندنسيشن ما يصير تمام يغطي كل السيرفس كل الجنجايفال سيت، فيخلون اول لاير تكون فلاوبل، وبعدين يخلون يسوي لك كيورنج، وبعدين يخلون الباكابل. ايضا له استخدامات بالبيت والفيشر سيلنت بالتشيلدرن فور يعني بريفنشن اوف كاريز. تشوفون هنا هاي انه اكو كافيتي، هاي سنجي لها يعني بالمحاضرة القادمة، انه نخلي اسيد اتش واشنج دراينس، ويضيفون الفلاوبل ويسووا له كيورنج. بينما الكوندنسابل لا، الفيلر مالته تكون أقوى أزيد، هاي تمنع السلايد، يعني بدل ما يصير فلاوبل لا تنطي ثيكر فيلد، يعني تنطي فد حجم، أحس إنه بي حجم لما أسوي له كوندنسيشن، ما يذوب، ما ينزاح على الوولات، لا إنما أقدر أسوي له كوندنسيشن على كل الوول. هاي هنا نجي للدايجرام اللي تخص الكلاسيفيكيشن بكل البارتيكل مالتها، وين يستخدموها بالضبط، هذه للاطلاع تكون الدايجرامز بالانفولد الفولد تراديشنال الهايبرد، يعني كلها انه الفيزيكال بروبرتي مالتها تضمن السترينث كومبرسيف اكسبانشن. تعرفون الكومبوزيت كومبوزيت يصير بي اكسبانشن كونتراكشن ووتر ريزوربشن، يعني يمتص الووتر، فمن التراديشنال للمواد الحديثه حاليا بالكومبوزيت شوي شوي طوروا وحسنوا، لان كان يصير بي يعني
كوندنسي، لما مثلا يعني اسوي لك كيورينج يصير بيه شرنكج كلش قوي، تصغر تصغر ويصير بيه جاب. شلون احنا قلنا، تذكرون امل قام قلنا نسوي كفر على كل الكاسب حتى لا يصير يعني اكسبوز مارجن. هنا لا، انت ما تقدر تسوي، يعني تقدر تغطي بس لما نسوي لك كيورينج راح يصير بيه شرينكج. فلذلك بمرور الوقت يعني انه حسنوا هاي البروبرتي، وحتى الطريقه الامثل للتخلص من الاكسبوز مارجن انه اسوي لاير، يعني ما اجيب كل الكمبوزيت واملي الكافيتي بوان ستيب واسوي لك كيورنج. لا، اولا اللايت كيور ما راح يوصل لكل الديفث مالت الكمبوزيت، وراح تبقى مناطق ما بيها كيورنج، بنفس الوقت راح يصير الشرنكج كلش قوي. فلذلك لاير لاير اخليها، ويفضل انه تكون بالشكل يعني انه اخلي على الوول جزء الوول، يعني خلينا نقول البلبل فلور ما املي كله، وانما اخلي على الوولات شوي شويه، وبعدين بالنص يعني كلها اسوي لها كيورنج، وبعدين اضيف اضيف الى ان تنملي الكافيتي. هذه اللي تقلل من الشرينكج اللي صير. هاي همين البروبرتي، اذني للاطلاع. نجي هنا نشوف هاي الصور شلون يعني استخدامات الكومبوزيت. هذا عنده دايستما، سووا له دايركت فينير. هنا عنده بيجمنتيشن، هم فينير مسوي له. هنا سبيس، هاي كلها بالكومبوزيت. شوف شلون انه اذا واحد يعني الهاندلنج مالته مضبوط ينطي good result و natural appearance. And thank you.